تقروا في يعني الموضوع صار كمين فلا تربط اسمي مع احد. بكره يمكن انا فجاه تلاقوني متزوجه عادي. الدبل فمره يعني تحسبوني بالله احب ذا اللي راسه كانه برطمان مخلل. شكرا. لو ما حد رسل حسب قفلت الدبل. رفقا بنا رفقا بنا يا اخوان. والله حسب قفلت الدبل. قفلوا لا تفشل سلطان. شكرا. احسب الدبل قفل يا اخي قهر. بالله قفلتي؟ لا والله ما قفل. انا ما قفلت له ولا انا ما قفله. يا شباب بالله ضغط الشاشه ايش فيكم انتم؟ اسمعي اسمعي دقيقه روان. انت قد طلعتي برا السعوديه؟ لا قاعد افكر وانا ما قد زرت الا مكه وابها. لسه افكر يا اخي. رفقا بك يا روان. يا اخي روان انت فجرتيها حتى وانت ساكته تفجريها. يا اخي روان مجنونه. طيب وين تبين تروحين؟ يعني انا الحين جاك سود وكذا. الاردن. ليه؟ نقول انا رجعت منها خلاص. ليه يعني تحبين تقلديني؟ هوس. لا. والله العظيم انا من زمان من الطفوله حلمي اروح الاردن. من يوم ما اصلا حتى اطلع معك قستات انا اقول ايه بروح الاردن. فهمتوا؟ ومصر وذي الدول يعني ان شاء الله. بس الاردن مره نفسي اروحها وان شاء الله حروحها. يكتب يكتب وش يكتب؟ يا عمري يا ابراهيم انت عندك في الناس يكتبون يكتب؟ لا ليش يكتبون عندي يكتب يكتب يكتب؟ الظاهر ترند. والله ما ادري شباب بالله كبسوا. انت نفسي تعودتي على القستات الرباعيه؟ القستات الثنائيه توتر. والله يعني بالله بالله ايش رايك نتفق اتفاق روان؟ كل شوي نجيب لنا واحد نجلده نطقطق عليه نطقطق عليه نطقطق عليه نطقطق عليه نطقطق عليه ثم نطلع. عشان يطلعون اكسبلور هذول المتنمرين. الاقي نفسي في تويتر شاهد هذول المتنمرين مسوين انهم فله وبعدين يقاطعونا مو فرحان بالمليون وربي ينزلونا صفر. ترى الناس مره ما عندهم شيء هين. ويا ناصر انت ما شاء الله لانك ناجح حسادك كثروا مره ترى. ناجح يعني وجميل. هلا دحين تصميم يخلوا كانه انا اللي اقول جميل وانا ما اقول جميل. ما حد قال. والله العظيم. ناس شدوا. طيب اسمعي. يلا نسويها؟ عادي يعني شخص نمون عليه. لا عادي عادي اي واحد. لا لا والله في ناس خلي الناس يقلبون عليه مش المشكلة. لا معليش. ما تعرف حنوشة؟ اوه العراقية. مرة جوي. جوي. لسانة معسول. لا هذه مو غير ترى هذه صديقة إلى الآن يعني. أنا عندي ثلاث مراحل. صديقة. كذاب. ثم. كذاب. غالية. كذاب. ثم أنت غير. كذاب. كلهم في مرتبة أنت غير كلهم. على حسب يعني. في قول في أنت غير عادي في أنت غير بلس في أنت غير بلو ماكس في أنت غير دبل إكس. سلامات. بالله جيبها جيبها يلا. ناصر يا اخي متابعيني مره يحبوك. ليه ما اعرف وانا اكره. انت بعد ترى دحين يقولوا مقاطعه روان زعلت ناصر. والله انعاد علي شريط نيف. والله امزح امزح ناصر. ناصر تكفى. ناصر والله امزح بالعكس والله انك محبوب. ناصر لا تكفى تكفى ناصر امبا ايش بتاعت عوه. لا يعني يعني الحق يا جماعة والله أمزح لا حد يقاطعني أنا وناصر إخوان ما بيننا شيء يعني دراما. ناصر الحكم الأول. أي تعال 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 بدخل معك واحدة عمرها 42. بدخل معك واحدة من الغريب. أماني أختنا أماني هذه من جيزان عمرها 42 سنة ما شاء الله تبارك الله. الله لا يضرها. معروفة. الله لا يضرها. أماني وين رحتي؟ الحين صار عمرك 43 صح؟ خلاص تقريبا 53 كذا. ما شاء الله يعني 10 سنوات منتقلين عبر الزمن. ناصر الحكم الأول. هاي يا ماني كيفك؟ والله الحمد لله أخبارك؟ ناصر والله الحمد لله بخير. ناصر الحكم الأول تكتب في البايو ليش الطماطم مقطع. الحكم الثاني تحط صورتي عندك لمدة يوم كامل. الحكم الثالث تنزل لي سناب مع منشن. أنت وش تبين حكم؟ ميكسو. هلا ميكس اللي معزم روان للزواج.
مولد انت مش كل ما تقطع جسد مع زلمة حدا. هسه طلع علي طل شايفة الجنينة شايفة هلا شايفة؟ آسف والله الحمد لله انه ما عزموني لانه ما حيكون في مكان. طيب مكس تشوف الجنينة هذه؟ عزمك ناصر لا شوف الجنينة هذه اشربها جاني بوط عم صفنيتكم بس صفنيتكم اسمع بنلعب انا ومكس اوكي؟ يلا خلونا نصور روان يلا صور روان ليش صورها؟ كلكم يعني نصوركم يا قلبي الله يبارك فيك ممكن تناظرون واحد عنده مليون مشترك بيصوركم يلا هلا مكسو مبروك عشوه فزت في الجولة الرسمية دخلت 2,100,000 وصلت نص مليون أي جولة رسمية؟ كان عندي مام جولة البطولة اتأهلت للبطولة اللي والله يا روان والله مش والله كفو وش ذي البطولة اللي ما حد يدري عنها مكسو ضفتك تراني أنا ضيفة ضحى وضحى صديقتي تبقى فطنان حسافة كان ضفتيها قبل العرس طيب عشان تجين طيب أنا راح أعترف للناس الاعتراف عن ناصر سبيج مع الخير يلا ناصر صورت صورتك شوفي وجهك ناصر يا أخي لا تصور وجهي كذا خلنا نعدله خلاص يما وجه مكس شو وجه مكس لا تشوفها فمن شو نضحى تشوفها طلاق على طول سبع شواربك سبعة عندي شوارب شو اعترف شباب لا شباب شو اعترف يلا كلكم تستاهلوا مش يلا كلها بتقول لي اعترف شو اعترف يا ناصر مكسة ها هذا بيتكم اياه اياه عيال ضغط الشاشة بيتكم انت ومكسة انت وضحى مكس يا اخي ما في زواج ثاني تكفى جماعة مستوى والله فيه متى ناصر يبا مستوى يعني. بتاخذ على ضحى مرة ثانية لا من عاقب توز ممنوع على الجواز الثاني ممنوع ضحى الاولى والثانية والثالثة والرابعة واقطع ارحبك تزوج وحده ثانيه واي ايه ناصر ومزكي ومزكي والله ربي خابره والله ناصر لا سويت ناصر ليه ما رديت الاضافه في تويتر والله بحسك تويتر طارديني يا روان ما تقدر تدخل البرنامج اي شالوا توثيقي وطردوا لي من البرنامج قالوا يلا يلا واي شخصنوها معاك اي فكلمت التقني بتاعي ايوه ناصر وشو سلطان ارحب قايس تكبيس الله يسعدك انا متوثق بتويتر وتويتر شالوا التوثيق حقي شو بدك بتويتر كيف متوثق في تويتر حرام عليك تويتر عند ترى تويتر عندنا بالسعودية مثل الفيسبوك عندكم يا الاردن فهمت صح والله ايه وانا فكر افتح عندهم الانستا مشهور اكثر من السناب تخيلي الانستا زدت 170 عندهم ايوه الاردن اللي لسه عندهم زي السناب عندنا ترى احنا عندنا الفيسبوك الازرق كثير مشهور طيب اسوي حساب فيه تنصحني والله بسوي فيه يا اخي ناصر ما يوفر بسوي فيه ونبث هناك مكس اي انا وعبسي جبنا الاول بالشرق الاوسط الحين رجعتم ما شاء الله تبارك الله انتم مش اصلا انتم مشاهير فيسبوك صح احنا اصلا شهرنا على الفيسبوك ايه ناصر ما جاني الميشن الله والله العظيم شيرتك كفو والله ناصر لو غيرك بيقول انا عندي مشاهدات وما انشر بس والله روان شيرتك والله يا اخي نا ريانو ارحب يا عيال بالله شدوا ايش المستوى يا اخي يا اخوان شدوا يا عيال مالكم انفوقن على وجه مكس بعد ديفل لبى عليك يا ديفل حلوة لبى قلبي دقيقة يا ناصر انكم كفو ديفل ناصر ايوه كيف الاردن وكيف اجواءها تبكي الحجر والله روان صدق والله حلوة والله حلوة المطانيخ حلوة والله جدا حلوة هلا
اتمنى انك تزورينها والله نصيحه بدون طقطقه والله اتمنى انك تزورينها صدق باذن الله باذن الله قريبا محمد وترى مي غاليه على كلام الناس يقولون غاليه مي غالي والله حتى لو غالي الغالي يرخص للاردن ايوه كفو والله ما انت بسيطه ابراهيم محمد شكرا بالقلوب ابراهيم شباب لا نخسر ذا الجوله ليش كل شوي خسرانين قبل شيء كان مستوانا ما شاء الله كل جوله 300000 200000 كنا قويين مره اح اه قفلت اوح ليش يجيني تحذير ليش شفتي ليش طيب سويت يا زلمه سيب من التحذير سويت فجر التحذيرات نزل بس يا زلمه وش سويت والله ما كلنا حنلقم حظ تخيل تخيل يقولون تناول التبغ كيف تناول التبغ وين اوه حتى التيك توك عرف لأنكم ذكرتوا برامج يا سلام ما تقولش اسمه الفيسبوك لا 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 يقول شو اسمه تناول تبغ لا لا ما حد فينا هنا يعني الحمد لله ما حد فينا هنا فيكم تخافون من التحذير كذا يلا صباح الخير إذا جبت اسم ميكسة. برنامج تواصل اجتماعي يجيك حضر أنتم تسمعوني نسمع أيوة أماني 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 والله عاملتوني معاملة العمود الكهرباء اللي محطوط على جنب ميكس حبيب قلبي ايش فيه؟ سوي عرس ثاني تكفى يلا يا اخي ناصر طيب اسمع اماني يرحم امك التحذير مكتوب لا تتناول التبغ ابي اعرف وش دخل السوشيال ميديا في التبغ وناصر اصلا ما يسوي دي الاشياء كلنا حنلقم حاضر ان شاء الله صح ولا لا ترى التحذير هذا يجيني من اليوم الظاهر انه خطا منهم ما ادري وش المشكله شيل القلم الحكم. ها شيل طيب مين فاز اصلا ما ادري احنا فزنا ومين فاز وميكس هرب نحاش يعني ما يمديكم تحكمون لا 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 ما تقدرون تحكمون والله مين اللي فاز ترى والله ما احنا اماني جيبي انس جيبي انس يا روان انوسه فاتح بث هو اصلا اتوقع انه فاتح ما ادري طلع لي غير متوفر الا هو حصانتين المكس حصانة حصانة حتاخذها روان لا تغمزي لي بعينك لا تغمزي لي بعينك أنس طلبني طلب هلا والله هلا والله يا جماعة هلا والله روان قلبي ايش اخبارك تكوي ملابسك انت وينك فيه بالملحق بالملحق هذا وش هو اللي قدامك مركة تكاية مركة اوكي كيف حالك روان كأنه على منصة كيفك ليش ما تقول كيف حالك ناصر كيف حالك ناصر كيف الأردن معك لا تكلمني لا تكلمني بعدين مسوي لكم عرس في ملعب سلة وش ذا أنا عمود الطاولة عشقي روان عشقي روان أنس حتى ما تقول لك كيف حالك أنا عارفة عمود الطاولة هنا كم عندك في البث أنا زعلان عليك أنا إيمان لا ناصر أنس شخصوني لا هو انه يسألها كم عندك في البث عشان يسلم ولا لا مو طبيعي علشان يسلم ولا لا ما ادري يا اخي انس ما اعرف ما اعرف ايش انا كني سمعت صوته دقيقه وين راحوا في تحذير أنس. ليه ما تسلم طلعني طلعني تحذير طلعني ما في تحذير يا والله انا طلعني برا التطبيق والله ايوه يطلع الا الا في في يا عيال بالله ضغطوا على الشاشة عشان يروح التحذير أنس سلم ليش مسويين ضغطوا على الشاشة ما والله العظيم إيمان. أنس شوف أنس بعلمك من يوم فتحنا أماني أماني من الساعة 12 أماني زين إيه تخيل يجيني تحذير التبغ تناول تبغ اني ادخن قسما بالله واقف ما سويت شيء كيف قاعد طب اعترف اعترف اوقف اوقف اعترف يا ناصر اعترف يا اخي ناصر اعترف يا ناصر اشياء هو لا اوقف اوقف طلع طلع يا اخي بيذب يا اخي الولد مؤدب شكله يحسبونك سقاره الحين في الاب ستور عشان قلت ترى اي انا ذبيت على نفسي ذبيت على نفسي الذبه صادق والله مو يا الضحك يا روان وش ذا الضحك الكيوت والله مو المباخر شفت على الضحك الجديد ده ضحكيني ضحكيني نغير كذا طيب يلا ضحكيني هذا الشهرة النوسة اسمع النوسة انا زعلان عليك انس انس بارك الروان فازت بجولة اليوم اول شيء مبروك روان ليه ناصر ايش فيك الله يبارك فيك ناصر ايش فيك يعني دخلنا مليون مشترك في السناب مبروك ما قلت اي في السناب والله اني شفت اليوم بارك البجران والله وي ايش فيك ناصر انت بجران اخوك ما ادري قلت اول سناب شفته بركت شفت سبيعي قلت تحذير اي نو اي نو
كلنا عندنا عوافي يا رجال البركه والله مليون سبسكرايب كلكم عيال عام اذا بارك له كانه بارك لك خلاص سالت سالت يا جماعه وش ذا السكور جماعه بالله تكبيس يا عيال ضغطوا الشاشه يا شباب تونا راجعين من سفر تكبيس تكبيس يلا يا شباب يا اخي ناس كل يوم تونا راجعين من سفر تونا راجعين له سبع ايام راجع يا اخي وربي له ده الراجع ناصر والله فقدتنا بثوثك القديمه لها الطعام اول مره تسافر تغيرت يا اخي في البثوث وين اول مره سافر انا سافرت انا سافرت 42 مره كبر عمرك انا ايش فيه لا 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 مو هو اللي طلع ما تعرفين حركات انس ناصر يقولوا بجران اخوك ليش تكذب والله مو اخوي انت شايفه وجهه بسم الله علي حرا خلاص انا بطلع ها لا اماني اماني ما عشان يزعلك يا اماني تراك غير لا لا والله عادي يا بعد راسي يا اماني جالك ما تشوفين شر الله يطول والله العظيم صمت احلام العصر مع المغرب كمية صداع اللي يجيك هنا عادي خذوا كذا بريك هدوء وانت طلع منك صوت اصلا انت اعطيتوني فرصه يلا يلا ها خلاص يلا تكلم لا خلاص شوف اللي عندكم يقولوا لي اطلعي يو يا اماني ما عليك منهم يا اماني ايش فيك انت تكلمي روان ايش فيك انت ما عليك افئهم اقعدي احمد بن سلطان هلا احمد اماني لا تهتم للكومنت والله اضطريت يا ابو فهد العب معك تدري ليش اضطريت العب معك اخو العيال اسالني ليش اوف ليه سلامات اخوي كل العيال كل واحد متكيله مع بنته يلعب جوله متكل حالي شي ذا فجرها هذا كنت تسدد لي يا شباب وانا الحقوق يا ولد انا لوم ابو فهد والله تمام الحين شوف عيني احمد بن سلطان بيتهاوش معهم لا 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 والله لا والله بسلامتكم الله يستر عليهم احمد انتبه انتبه خليك خليك عاقل لا ما عليك ريلاكس يا احمد ها والله ما عاد فيها ولا دلالة يلا جوله واحده يلا قاستك بيس شلونك يا اختي روان شلونك اختي روان والله الحمد لله وجهك يا اخي مألوف بس ماني عارفه فين شوف معروف انا صوري على الدائري ايش الدائري مدري الدائري 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 ايش هو ترى انا من فانزاتك يا استاذ روان طيب ايش اسم جيشي اسم وشو جيشي جيش لو انت من فانزات هتلر انت عادة غشنا اقوى من هتلر ابراهيم يا عمري يا ابراهيم يا بالله ضغط الشاشه وش يعني جيش عندك جيش كبس ولا طماطم 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 طماطه طماطه ايش هو طماطه سلطه هذه طماطم طماطه هذا في مع الرز ايش عندك طماطم متابعين اسمهم جيش الطماطم لانهم نادرين وهذا اسم نادر وخارج عن الصندوق والله العظيم والله العظيم التحذير بعص جوي والله بعص جوي تحذير اقسم بالله يا ناصر والله ما عاش اللي يزعلك لو تبى تزعل ازعلك يا احمد تخيل يجيني يا اخي تحذير كل شوي انا ما سويت شيء من الطماطم لا يا غبي يجيني تحذير تحذير اني انا ادخن انا جاني تحذير كحوليات يا ولد والله وانا احمد يمكن أول يعني انا والله حتى كان في نفس التحذير من هالاتي حطيت كونسيلر راح التحذير شوف هالاتك هالاتك واصله ركبك اول دخلت مع دعبول وطيروه في نفس اللحظه باند اخذ ليه والله اثريكم في ذاك حتى بدون تحذير اماني خطيه ناصر والله اثريكم في ذاك الستات عايشين يا ملاعين ليش خطير؟ أيه. والله عايشين انت خليك في العتمة كل واحد مسوي مسلسل دمعة كلب مع واحدة وطالعين اكسبلور بالعجة وانت خليك كذا يا عبد الله وصلوا وصلوا اخونا ابراهيم الف يستاهل والله وصلوا الف اللي حاط صورة محمد بن سلمان الله يستاهل والله حبيبي اسمعوا ماذا تسوي فيديو كليب يا استاذ روان؟ والله كنت بسوي فيديو كليب طلع فيديو كلب كنسلت الفكرة هلو أهلين سمورة القمورة ناصر والله إنك محظوظ في الطماطم أنت داخل قسم من روان والله رهيب أنت داخل قسم روان. كويسة والله رهيب ما يا بخش
صديقة أبو عابد. أوكي اسمعوا، أنا بعد التحدي هذا بطلع بقفل بقفل أيوة البث وبرجع أفتح، لأن التحذير والله مرضني. أيوة الحين بخرج وبجيك، والتعليقات كلهم تحذير تحذير تحذير، خبر الفوضى اللي صايرة. قلت لهم كبس ولين عنجزوا. شوف عندي تحذير. إيه أنا ما دب أنا ما قهرني تحذير، أنا قهرني الكومنت، الكومنت كلهم تحذير تحذير، يعني أنا ما أشوف أعمى. أيوة والله نفس الشيء، ناصر شدها يقهروني كل الكومنت يقهر، وخلاص أنا شفت مرة واحد يكفي كفي مرة واحد، ليش تعيد الكومنت ألف مرة؟ والله كل شوي طع طع طع. التحذير عند روان، يقولوا راح التحذير مني، ترى والله لما تقول راح التحذير راح الحمد لله راح. يلا يلا كبسوا شيروا البث. وش قصدك تقول لي؟ ايوه احنا مبسوطين. يلا كبسوا شيروا البث يلا. ها ما اسمعك اخوي محمد. شخصنا شخصنا. تقولين اولا انك اني انا في عتمه. لا مو انك في عتمه، قصدي انك شخصنا. انت ما تدري عن اللي يصير في البثوث، فادخل لعالم البثوث وكذا بث مع واحدة عن تصير يعني. ليش فاتح إذاعة؟ فاتح معكم بثوث. لا مو إذاعة يعني. عيد السؤال تاني يا أخوي. أنت متزوج داخل مع بنات ما تستحي على وجهك يا بحلال. روان عمري 19 صغيرة، هذا قد بابا. يا ولد قد بنتي يا ولد، شفيك تسرق. خلاص قد بنتك. طيب أماني عمره 42. طيب أنا عمري 39 يا أستاذ روان. أماني تقول أحمد كبر عيالي. أماني. وهذا قد بابا خلاص. ما شاء الله عليك يا أماني، الله لا يضرك. إيه أماني بتموت. الله يحفظك بس. روان. هلا. أمينة أمين أمين يا عمر يا أمين. يا أخي روان. والله اللي دعم ناصر إنه دعمني يا أخي، يستاهل ناصر. تبي تسرقه. أمين يا عمر يا أمين، لما عينك يا أمين. تكره الطماطم صح أمين؟ أنا أكره الطماطم بس متابعين اسمهم جيش الطماطم. ليش سميتي جيشك جيش الطماطم؟ طيب أنا بسمي جيشي ذا بقلدك. وش أنا سميت جيش سميهم قلاصات الحليب. سميت جيشي يا ناصر. إيش اسمهم؟ الجيش أحمد جيش نفسيات. لا سميت جيش جيش الاكتئاب. جيش الاكتئاب. جاب نفس الكلام. أماني كلامك حلو كذا. والله لا ما قلت لك شيء. لا والله تراني الجوي مزوح وضحك. أبكي إذا تتحسس أبكي بسك. أبكي بسك. يا عمري يا أمين أمين. لا سمي والله شكرا من القلب. شكرا الحب كبير لكم. لا والله. طيب الحكم الأول روان. الجولة اللي قبلها فزت مع ميكسا وما حكمتك، سقطت الأحكام. لأن ميكس طلع أنا مالي شغل. طيب بحكمكم أحكام بسيطة. يلا الحكم الأول. شكرا يا أخي حب يلا. كبير أحمد وسلطان بتحكم يا أخي. شكرا من ذا أحمد. أحمد من سلطان قاعد. أحمد من سلطان عمال يدعم والهذا مين؟ نور نور. شكرا ناصر. احكامك الحكم الاول روان. اعطيه فرصة يتكلم عشان يحكم. حكم الغابة. بدري عليك بدري عليك. مو روان اللي تنفذ احكام الغابة وتقلد صوت الحيوانات. بدري عليك. ايوه هذا شو المشكلة معلك. ماني معطيك القطوة. الحكم الثاني الحكم الثاني القطو نعرف من نعطيها. الحكم الثاني طيب الحكم الثاني يقول نحط جيش البلاير. شو رايك ناصر؟ شكله قول عاجبك الاسم نخليه ترند عادي. ناصر البلاير لانك قاعده تعيد الموضوع. انا حاول اطبطب لك ورجع لك. انا حكمي انا حكمي ان احمد السلطاني زي النته يرحم امك احمد. احمد مسكين النت عنده والله النت كثير. احمد حتى النت عنده مكتئب تعبان. نت والله شوف العتمه شوف العتمه شوف العتمه ظلمت عنده. والله قزرت على ابو سلطان. يلا يلا والله جدول. ناصر 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 اسمعوني. شوفوا مع غيرهم يقول لهم عيونه قلبه وروحه. انا اشوف كفير ودلي اخ والله تغير من يوم ما راح الاردن.
اكيد بتغير اذا رحت لولتون يعني. اوكي. انزه انزه هذا غرقان ذا ولا شيء. فكوا اللاج محمد. شوفوا ايش كيف مظلم عشان تصدقوا لما قلت انه في عتمه صار في عتمه من جد. وجهه صار اسود. هذا ما يمديك تقول له بيض الله وجهك حتى. زوجتي فصلت النت. يا ويلو خلوه يرجع عشان ياخذ حقه. والله يا احمد اكلت ذبات. بفتن عليكم. ديفل ارسل ورد عشان يضيفونك تستاهل والله يا حبيب. طيب احمد داعمين. لا حد احمد زي النتك يرحم امك. شوف وجهه كيف كانه. امين يا امين يا عمري يا اخي والله يا عمري هنك. امين يدعم بدون جوله. يا عمري يا امين. ناصر كنت بقول لك شيء بس صراحه قهرتني. وش روان؟ سويت اعلان في حساب. انا بطلع ها؟ والله اللي تستاهلين. الله يستر عليك امين. السلام. امين ها؟ اي تكيرا. روان وي. ايوه جيت. ترى التيك توك قصير وصغير وضيق. الحكم الاول. او انت فايز. انا فايز. نسيت الحكم الاول. نسيت يا روان. المهم حط على الاعلان حقي لك وقول اوه اطلق اعلان وكذا بحمل البرنامج. تستاهلين. ايوه عشان اذا شافك موثق يقول اوه دي اعلاناتها ناجحه. مع انه انا عشان وش يجيبوني. ايه هو برنامج بنات بس بنات وحمله بس بنات للتيك توك. ولا انت بتصير من ولا انت بنت اوف. لا يا غبيه انا البنات عندي في السناب 60%. البنات عندي لا لا سناب 60%. هو هم ما يبوا كلموا حتى يعني مشاهير كذا قالوا لا ما نبى الا بنات لانه هو البرنامج سيارات يوصلوا بنات. وامس جيت مع بنت كنت طالعه قدام الناس يحسبوني يقولوا كيف طالعه مع اوبر قدام وانا امبي هذا برنامج بناتي يعني اللي يسوق بنات. انا كتبت اعلان رهيب. يلا ثبتيني يلا. تستاهلين والله كل خير يا روان. الله يسعدك. افا يا روان. افا ايش؟ ايش في؟ صوت عصفور في الاكسبلور. ايه اشوى عبالي. طيب روان نلعب؟ ناصر البروفايل بتاعك والله تبكي الحجر. اي بروفايل؟ ليه؟ مرة حلوة يعني الصورة قصدي. امان ايش رايك؟ والله فخمة. ولا ارجع للقديمة؟ امان روان بدون طقطقة ستوب طقطقة. هذه حلوة بس القديمة خلاص عرفوك فيها فهمت؟ يعني نيف ايش عندك في بثي؟ ايش عندك دامك في بثي؟ خليني اوريك الدلائل بس فالح تفضحني. لا 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 اصبري 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 اصبري. شوفوا اصبروا. نوريس شوفوا فادل في ذا الفيديو. شوفي مسوي يفضحني انا وناصر. اشوف عبرك خوايا. اني من العراق اسمي نيف. انا ساكن بغداد. لا انا من العراق اخوكم اسمي علاوي. اسمي علاوي. انا البصره. انا بصراوي. شوفوا دقيقه. شوفوا العراقي. اسمي روان العراقي بعد ما يخلص حلاقه. راسه زي الكمترا زي البدنجان. والله لا اصيدك. كل بث ياكل في لحمي وانا اقول ايش بانحف. اتاريك لا سب تنمر لا سب تسميل. انا اوريك مو مسوي انا اللي اسفل في الناس واتنمر وجيشي خلفي. محظور انقهر. انقهر ما راح تقدر ترد علي. وجيشك عارفين انه احنا ميانات ما راح يقدروا يسووا له جيش لانه متابعينك يحبوني. واقطع. شوفوا في هذا البث ايش كان يقول. كادي قالت انه نيف انضغط. ايوه ناصر عزيز انه نيف انضغط من كلام الناس عشان كذا قال اموت فيها. بعدين نيف ايش قال تخيلوا؟ قال ما حد سالني الا هو. يعني انا قلت الكلام من القلب يعني انا من جد اموت فيها. شوفوا الاثباتات شوفوا الادله. نظرات. شوفوا النظرات سلو موشن. وهو هي قالت الولد زل لسان وقال لا ما زل لساني انا قلتها من قلبي. تخيلوا يعني قالها من قلب.
يعني الشيء ريل. انتوا خليكم في العتمه مصدقين النوم. خلوكم مع احمد مسلطان. احمد بن سلطان من العتمه ملامح اختفت. شكرا سلطان يا عمري وعد. دبل مكتوب نفتح هنا وروح افتح حساب احتياطي ويجينا مدرع. المشكله نحضر بالاحتياط وبالاساس يا عمري يا وعد. شكرا وعد بالله. شكرا ناصر. جوله واحده اللي يفوز يحكم الثاني احكام سلخ. يلا هذه الفاصله يا غبيه اصلا. انت فزتي وانا فزت. هذه الفاصله. يلا نيف يا عيال بالله. هذه الفاصله. ها طيب نيف ليش ما تسوي حساب احتياط وتبث يا اخي؟ والله انحضر من الاحتياط وبالاساس. كملنا يا اخي نبي نستانس نضحك يا اخي. نيف ملحد تيك توك رغم اننا نتهابد بس يعني والله نيف يعني نيف رجال كفو مع انه ما بارك لي. نيف ريال يا اخي ذهب كل الكره الارضيه تبارك له. لا اكثر ناس كنت ابيهم يباركوا لي بالمليون والله ولا واحد منهم بارك لي بالمليون. هم اربع اشخاص. مين؟ انت ونيف وقمر وواحد رابع. من واحد كلنا عرفنا الرابع. منو؟ لا خلاص مو لازم. رب عينك ابراهيم. والله يا ناصر اني ما اشوف. ما تفرج سناباتك. سناباتك اطول من شريط حياتي. قاس لا يروح ناصر لا يروح منه. والله ما شو قسما جاك تحذير ابي احط الغاء يعني هذه وضغطت الاول بالغاء قسما بالله. ترى سكوري اعلى من سكورك. لا تفلمين. ما بقول شيء. ليه تدخل في النية وتتربع؟ تكبيس. شوف 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 قال لي ذالي كبر حياتي اضغط عليه. يا اخي ناصر والله سناباتك مره طويله. اما انا اسالك بالله تشوفين سناباتي طويله؟ انت 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 فلوق واحد يكفي سنابات اسبوع. هذه صادق اقسم بالله فلوقاتك اشوفها احس بحر. ما تسوي فلوقات الا الظهر ورايح العياده. لا فلوق العياده كان في المساء. لا تفلم وتباهر بهارات ناصر. في الجوله ما شفت القوه كيف دخلوا بث 36,000 شخص. قوه تكبيس الخصم شويه وتبكي. وقوه اسود اقسم بالله. والله تستاهلي. الله يسعدك. اعلى البطوله اعلى فيوز وصلتي انت كم؟ والله في كم يمكن 37,000 اعتقد. انا على شيء وصلته 85. واو انا اعتقد كم 30 يعني. شباب يوم التحدي وصل. يوم كان تحدي انا منصور وميثا وقعيد كم وصلت انا؟ ترى ما ركزت. الظاهر وصلت ما ادري بس اني ما كنت مركز. كنت على التحدي ثابت كذا. شباب بالله الدبل ها لا يروح يا عائل الدبل. ناصر ايش الاكلات اللي ما تحبها؟ بشوف اذا في الاكلات اللي ما احبها. اول شيء المايونيز صراحه. سلطان يعني. ارحب عيال الدبل 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 قفلوا ها. ما احب المايونيز والله ما عشان كذا نحيب كانك مسواك. الدبل سلطان الدبل قفلنا الدبل وقطع. اما قفلته باقي شوي. جانا اسد في الدبل. يا امين يا امين امين ما يتعامل الا بسود بابا. امين يا اخي امين هذا قوي والله ما شاء الله عليه. شدوا يا اخي شيروا البث والله ما لكم داعي نخسر كذا. امين اردني صح؟ شدوا شويه. امين يا عمري يا امين ديفل والله بيجيك اكتساح. لا تغمزيني بقى.
شلون عيوني.